قبل شهور ذهب وفد يتكون من 56 مثقف وأيضا إداري وقيادي في وزارة الثقافة إلى السعودية، وهذا الموضوع المهم، ووصلنا إلى نتائج إيجابية جيدة حيث تحركنا بخطوات حقيقية لأجل أن يكون هذا المشروع من المشاريع التي نعمل بها ونتقارب بها مع الجانب السعودي. وفعلا وجدنا ترحيبا عاليا من بأعلى المستويات، وأيضا اتخذوا أيضا تدابير جيدة في وضع مواقع سياحية لدرب زبيدة، وتعمل الجهات المسؤولة في هيئة الآثار والتراث على أن توسع الخطى، ولازلنا هنالك خطابات متبادلة وهنالك اجتماعات قريبة جدا، وقد حصلت 3 اجتماعات ما بين الجانب السعودي والجانب العراقي لإنجاح هذا المشروع على أكمل وجه.